والله ما أدري إيش أقول لك يا بدر، أنا بسافر السعودية وحابة أشكرك على كل شيء قدمتوا لي، وسامحيني على أي قصور بدر مني. لا يا حبيبتي، ما منك قصور، بالعكس أنا اللي أبيك تسامحيني على اللي سويته معك. أنا كنت وايد سخيفة، ضايقتك وايد، بس لأن أنت إنسانة زينة ومحترمة تحملتيني. بعدين شلون تدينا وتروحين؟ احنا تعودنا عليك بهالبيت وتعودنا على حسك، كذي تدينا وتروحين؟ ما يصير. جاسوي زي متى ناوية؟ ان شاء الله اليوم الفجر. بالسرعة هذه؟ اسمعي يا ام بدر، ترى بيتي في السعودية بيتكم، اي وقت تجون بشيلكم على راسي، وبس أبيكم ما تنسوني ولا تقاطعوني، ترى أنا تعودت عليكم. شوفي، أنا بعترف لك اعتراف، أنا إذا سعيدة ومرتاحة في حياتي فهذا بسبتك أنت عقب رب العالمين. أنت خليتي بنتي ترجع لي، أنت اللي كبرتيها واهتميتي فيها وحطيتيها بعيونك وخليتيها مهندسة. اللي سويتيه مو شوية يا نورة، بس الله يسعدك ويحميك ويعطيك أكثر من اللي تمنينا. اللهم آمين. وأنا بعد بقول لك شيء، أبيك تحطي بالك على حصة، ترى هي حساسة كثير، أبيك تعيشي باقي عمرك معاها بسعادة، تعيشي يومها بكل تفاصيله. مهما كان أنت أمها، الأم غير، تعوضيها عن الأشياء اللي يمكن أنا ما قدرت أعطيها إياها. وأرد أعيد وأزيد وأقول لكم لا تقاطعوني ولا تنسوني، ترى أنا حبيتكم وعديتكم هلي وناسي. حبيبتي وأنا بعد حبيبتي. أنا بعد نحبك. الله يعلم. تعال قاعد عند أبوش. تعالي. ها نورة، شوف يا نورة، انت واحدة الحين صرت منا وفينا، يعني من أهل البيت، وحياك الله في أي وقت. وعلى قولة القايل، الأم اللي ربت تربيت بنيتني وما قصرتني، وهذا فضل بيشيلها لك طول العمر. ويا بخت بنيتنا فيكم، أمك نورة وأمك شيخة، عسى الله يخليهم لك الاثنين. اللهم آمين. الله يسمع منك.